بحث رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عثمان الغانمي مع نظيره الإيطالي كلاوديو كرازيانو آخر تطورات معركة الموصل وتأمين الحدود العراقية بعد مرحلة داعش. الغانمي وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع كرازيانو قال إن الجانبين بحثا الدعم الذي ستقدمه إيطاليا لإعادة تأهيل القوات العراقية وتأمين الحدود مع سوريا. من جانبه قال الجنرال كلاوديو كرازيانو إن زيارته إلى العراق تأتي للتأكيد على دعم الحكومة الإيطالية للعراق في جميع المجالات ومنها وضع خطة لمرحلة ما بعد داعش. ناقشنا آخر التطورات في المعارك الجارية خصوصا تحرير الساحل الأيمن وما تطلع به من إيطاليا في سواء في ظل مظلة التحالف الدولي أو في تدريب القوات الأمنية العراقية أو الدعم اللوجستي، وأيضا ناقشنا ماذا ستقدم إيطاليا مستقبلا لمن قوات التحالف في إعادة وتأهيل القوات الأمنية العراقية ومسك الحدود وتأمين الحدود والقضاء على الخلايا النائمة أيضا وتجهيز الشريط الحدودي بين العراق والأردن بمعدات إلكترونية للمراقبة والاستخدام.